البرهان طبعا نستخدم المبرهنة السابقة اللي تقول ال W تصير subspace من V إذا تحقق شرطان، ماكو داعي عشر شروط، شرطان. الشرط الأول أنه عناصر W مخلقة بالنسبة إلى عملية الجمع، والشرط الآخر هو عناصر W مغلقة بالنسبة إلى عملية الضرب scalar. إذا ثبتنا ذول النقطتين راح تكون W هي شنو؟ هي subspace من V. إذا نأخذ عنصرين من W، نأخذ عنصرين كل واحد منهم ينتمي إلى W، ونثبت أن هذول العنصرين ناتجهم، ناتج الجمع مالتهم أيضا ينتمي إلى W. فالسؤال أنه إذا أخذنا عنصر من W شلون راح يصير شكله؟ الجواب راح يصير شكله نفس شكل عناصر W، يأخذ الصفات مال W. يعني شنو؟ يعني العنصر اللي راح نأخذه يجب أن يكون تركيبة خطية منين؟ من عناصر S. يعني العنصر اللي ناخذه بالضبط يكون مثلا حروف A لت U V، فد فيكتورات اثنين ينتمون إلى W، طبعا إلى W. فكل واحد من عندهم هذولي راح يصير شكله عبارة عن تركيبة خطية من عناصر S من W1 و W2 إلى آخره. فراح يصير عندي ال U يساوي C من W1 زائد C2 W2 إلى CR WR، وكذلك ال V راح يكون ايضا تركيبه خطيه من عناصر الاس. الفي راح يكون d1 w1 d2 w2. لاحظ انه حطينا العلامه مال المتجه مال الفيكتور لكل واحد من هذولي، سواء كان اليو او الدبليو 1 دبليو 2 الى اخره، لان دبليو 1 دبليو 2 هي مجموعه جزئيه من في، والفي هو الفيكتور سبيس، فحطينا هذه العلامات. اذا كل من هذه d1 d2 و C1 C2 إلى آخره، DICI يعني بصورة عامة ينتمون إلى R، و WI ينتمون إلى S. هسه هل إن حاصل جمع U1 زائد U زائد V هل ينتمي إلى W؟ شو كنت يكون ينتمي إلى W؟ ينتمي إلى W إذا صار تركيبة خطية من عناصر S. زين، نقول U زائد V شو يساوي؟ نجمع. طبعا شلون راح نجمع؟ الجمع هذه عملية الجمع راح يصير C1 زائد D1، C1 زائد D1 في W1. هالكلام طبعا احنا منين جبناه؟ جبناه من الخصائص العشرة اللي موجودة. فلذلك يعني نقدر نطلع C1 زائد D1 برا وال W1 بهاي الصورة. كذلك C2 زائد D2 في بالنسبة لل W2، وكذلك إلى CR زائد DR إلى WR. طبعا هسه صار عندي، صار عندي U زائد V صار عبارة عن عدد حقيقي في W1 زائد عدد حقيقي في W2 إلى عدد حقيقي في WR. احنا هسه خلينا نرمز العدد الحقيقي C1 زائد D1 رمزنا له K1، و كذلك C2 زائد D2 A2. إذا صار عندي U زائد V عبارة عن تركيبة خطية من عناصر S. يعني U زائد V صارت تنتمي إلى S. ليش؟ لأن شكلها أو خصائصها نفس خصائص العناصر مال ال W، عناصر ال W. إذا صار عندي U زائد V هي تنتمي إلى شنو؟ تنتمي إلى W. U زائد V ينتمي إلى W. هذه النقطة الأولى. يعني شنو؟ يعني صار عندي عملية الجمع بالمتجهات مغلقة في W. نجي إلى العملية الأخرى، هل أن عملية الضرب في سكالر في K مثلا، ناخذ K ينتمي إلى R، وناخذ U ينتمي إلى W، إلى W هذه. فالسؤال أن هل أن KU ينتمي إلى W؟ يعني هل أن KU K في U يصير تركيبة خطية من عناصر S؟ الجواب طبعا شكل U راح يصير مثل أشكال العناصر مال W، تركيبة خطية من عناصر S، K1W1 زائد K2W2 إلى آخره. زين، فإذا K في U هذا الضرب هل ينتمي إلى W؟ شنو اللي راح نسويه؟ اللي راح نسويه
انه نضرب هذا الكي. طبعا الكي راح يدخل على الكل، راح يصير كي في كي 1 ل دبليو 1 في دبليو 1 زائد الكي 2 كي كي 2 في دبليو 2 الى كي كي ار في دبليو 2. وطبعا نفس الكلام الكي كي 1 هو ايضا عدد حقيقي سميناه سي 1، والكي كي 2 عدد حقيقي سميناه سي 2. اذا صار عندي الكي في اليو عبارة عن تركيبة خطية من عناصر S. إذن الكي في يو هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن أحد عناصر ال W. بمعنى آخر أنه الكي يو ينتمي إلى W، بمعنى آخر أنه صار عندي عناصر ال W مغلقة بالنسبة إلى عملية الضرب بسكالر. إذن W is a subspace. Subspace طبعا أو V في الفكتور سبيس الأصلي أو في. هذه بالنسبة إلى بروف A. بروف B الشيء الثاني اللي يطلبه هو the set W in part A، يعني هذا الست اللي احنا اللي برهناها فيكتور سبيس في البارت A برهناها فيكتور سبيس هي smallest subspace of W. كيف نثبت أنه هذه المجموعة هي أصغر مجموعة؟ ماذا تعني أصغر مجموعة؟ أصغر مجموعة بمفهوم المجموعات هي المجموعة اللي لو أخذنا أي مجموعة أخرى راح تكون جزئية من عدها. أصغر مجموعة يعني أي مجموعة أخرى نأخذها راح تكون مجموعتنا هاي جزئية من ذيك، يعني ذيك أكبر من عدها. فلإثبات ذلك نفرض في W برايم subspace of V، زين، ونأخذ عنصر U ينتمي إلى W. إذا ثبتنا هذا العنصر ينتمي إلى W برايم فهذا يعني أن شنو؟ أن W مجموعة جزئية من W برايم. فطبعا W هسه هذا شلون راح يصير شكله؟ مثل ما اتفقنا يجب أن يكون شكله تركيبة خطية من U تساوي K1 فت K1 W1 زائد K2 W2 زائد KR WR، وهاي العلامات ما ننساها. زين W1 W2 إلى WR أو خلينا نسميها WI هل تنتمي إلى W برايم؟ الجواب نعم حسب معطى السؤال، لأنه معطى السؤال يقول the set W in part A the smallest subspace of V that contains all of vectors in E in S. العناصر اللي بS هي أيضا موجودة في ال W برايم، يعني هذا لازم أيضا ذكره contains، لازم نذكر أنه بالفرضية contains S، يجب أن تكون حسب المبارة هنا contains S. يعني ال WI W1 W2 إلى WR ينتمون إلى W برايم، هاي واحدة. اثنين K1 K2 عناصر R، زين ال W برايم subspace، إذن K1 W1 ينتمي إلى إذن KI KI WI، هذه أيضا ينتمي إلى شنو؟ إلى W برايم. ليش؟ لأن W برايم فيكتور سبيس، W برايم فيكتور سبيس subspace يعني فيكتور سبيس. زين أيضا إيش راح يصير عندي؟ إذا K1 W1 ينتمون إلى W برايم، كذلك إذا نجري عملية الجمع أيضا مع الكديوتيف راح يصير هذا العنصر بصورة عامة هذا أيضا ينتمي إلى W برايم. إذا كذلك KI أو شوي نطور طريقة الكتابة summation KI WI ايضا شنو؟ ايضا ينتمي الى W برايم. ليش؟ لان W برايم هي فيكتور سبيس، هي فيكتور سبيس. اذا صار عندي U ينتمي الى W برايم، الى W برايم، وهذا المتجه. اذا اخذنا عنصر ينتمي الى W ووجدنا ان العنصر هذا ينتمي الى W برايم، ماذا يعني؟ يعني ان W اذا W هذه W مجموعة جزئية من W برايم. وبما أنه W برايم أخذناه لا على التعيين، ما خلينا عليه شرط، مجرد سبسبيس contains
v هاي طبعا contains v لازم نكتبها هنا ننقلها هذه ننقلها هنا contains s نعم لذلك أخذنا عنصر يعني أخذنا عنصر بال W ووجدنا أنه هذا العنصر ينتمي إلى W برايم إذا W مجموعة جزئية من W برايم وهو المطلوب W مجموعة جزئية عفوا من W برايم وهو المطلوب. هسه التعريف اللي بعده التعريف يقول هاي المجموعة S هاي المجموعة S اللي ذكرناها بالمبرهنة السابقة هذه نقول عنها تولد فيكتور سبيس تولد span the subspace of a vector space V that is formed المكون from all possible linear combination المكون من جميع التركيبات الخطية of the vectors in a non-empty set S مجموعة خالية S من العناصر وهذه ذكرنا أنه هذا S مجرد مجموعة من العناصر قد لا تكون هي vector space وطبعا قد تكون vector space يعني subspace زين فهذه المجموعة تسمى span of S توليد إلى ال S بس لا S العفو and we say that the vectors in S ونقول أن عناصر S span that subspace تولد ال subspace هذا اللي ذكرناه بالمبرهنة if S تساوي W1 W2 إلى WR then we denote what ويرمز لها span W1 إلى WR أو span S هالشكل هذا الرمز مثال على ذلك مثال على ذلك example the standard unit vectors span Rn نشوف أن في المجموعة تولد الـ Rn نشوف أن في المجموعة أي مجموعة طبعا أكيد الطالب دائما يفكر بالأبسط أكيد وهذا تفكير سليم طبعا فلو ناخذ ابسط مجموعه من الفكتورات تنتمي الى هذا الار ان هي هذه اي 1 ويذكر طالب الاي 1 هو رمز الى الفكتور اللي جميع عناصر اصفار عدا المسقط الاول والاي 2 هو الفكتور اللي جميع مساقطه اصفار عدا المسقط الثاني وهكذا الاي ان هو جميع عناصر اصفار جميع المساقط معناتها اصفار عدا المسقط الاخير فهذا هذه المجموعة المجموعة اللي هي عناصرها E1, E2 إلى EN هذه تولد RN السؤال هنا شلون نسبة أنه تولد RN الجواب ببساطة أنه أي فيكتور ينتمي إلى RN نستطيع كتابته كتركيبة خطية من هذا من هذه المجموعة يعني كمثال مثلا نأخذ أي أرقام حتى لو فد أي فيكتور مثلا فد 2 سالب 3 1 على سبيل المثال خلينا بالآر 3 الآن تساوي 3 هل نستطيع كتابته كتركيب خطية من دول العناصر اللي هم E1 E2 E3 الجواب طبعا بكل بساطة أنه نستطيع كتابته 2 في E1 في E1 اللي هو 1 0 0 زين ناقص أو زائد سالب 3 نفس الشيء نقول ناقص 3 في صفر واحد صفر وكذلك الطالب بعد صار واضح عنده أنه الرقم الأخير هو عبارة عن صفر صفر واحد زين إذا صار عندي أي فيكتور سبيس طبعا إذا نريد نسبة الكلام ما نأخذ أرقام لكن أخذت أرقام حتى نوضح أنه هذا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر إذا نستطيع هذه المجموعة اللي هي E1, E2, E3 نقول عنها تولد الفضاء R3 هذه E1, E2, R3 E1, E2, E3 تولد الـ R3 نحن أول نعطي مثال هذا الـ I طبعا هذول أيضا نستطيع أن نسميهم هذا هو نسمي I وهذا نسمي J ونسمي K أيضا هاي المجموعة واحد فارز x فارز x تربيع الى xn تولد ال pn ال pn اللي هي شنو ال subspace مال ال polynomial اخذنا مر علينا ال p شوف هالفكتور شلون ينكتب بال pn p تساوي a نوت
لحد اللي وحده هو زائد اي 1 اكس زائد ان الى زائد اي ان اكس ان، والطالب يقدر يفحص عنده من نفس الطريقة اللي اخذناها هذه الحالة. زين هنا انا ايضا ماخذ حالة خاصة، خلنا هنا حالة خاصة. نعم.